يعني خليني بس اطمن على قصه. كان في مبادره طرحها محافظه بورسعيد للتصالح مع او عدد من نواب بورسعيد للتصالح مع اسر شهداء الاهلي، وطبعا ده بعد الاحداث اللي حصلت في الحكم الاخير. فخليني افهم من حضرتك كده، هل المحافظه متبنيه هذا الطرح وهذه المبادره وايه موقفها؟ هو السادة النواب متبنيين هذا الشق وهم ماشيين في هذا الاتجاه يا فندم. لكن المحافظة بعيدة عن المسألة، يعني دي قصة هيتم بمعرفة السادة النواب.